البداية في نشرتنا هي من العاصفة التي تضرب دول الخليج ولا سيما الإمارات العربية المتحدة وتحديدا مدينة دبي. ماذا في التفاصيل؟ الزميل جول قارح يضعنا فيها. تفضل جو. شكرا يزبك. إذا مشاهدينا قبل ما نروح على طقس لبنان حبينا ننتقل اليوم على الإمارات تحديدا بدبي تنخبركم عن منخفض جوي عنيف وتاريخي ضرب الإمارات اليوم. منخفض يلي أطلق عليه اسم الهدير كان توجه من وسط المملكة العربية السعودية جنوبا ومن ثم شمالا نحو الإمارات. هذا المنخفض حامل معه أمطار طوفانية، تساقط كبير أو كثيف لحبات البرد، عواصف رعدية عنيفة مثل ما عم نشوف بالفيديو، كمان أدى إلى طوفان الطرقات والمراكز التجارية وبطبيعة الحال غرقت السيارات بالشوارع. وكان ملفت أيضا بهيدا المنخفض العواصف الرعدية الشديدة يلي ضربت كمان برج خليفة الشهير مثل ما عم نلاحظ. الأمطار الغزيرة أيضا أدت إلى طوفان مدارج مطار دبي الدولي يلي اضطرت السلطات تحويل مسار رحلات الوصول إلى المطار مؤقتا مساء اليوم حتى تحسن الأوضاع الجوية فيما رحلات الإقلاع رح تتواصل. جو يعني بس قد ايه رح يمتد؟ يعني امبارح شفناه بسلطنة عمان روح ضحايا عمل يعني يعني اكثر من اضرار هائله جدا، قد ايه رح يستمر وهل هو غير مسبوق يعني فينا نسميه؟ بالفعل يزبك انا امبارح بس كنت عم شوف الخرائط الجويه لفت لي انتباهي هالكميه الهائله والعواصف الرعديه الشديده يلي حملها هذا المنخفض. اللي بيتابع خرائط جويه يزبك اكيد هذا الشيء غير مسبوق تحديدا بهيدي المنطقه، انه احنا كلنا بنعرف اليوم منطقه الخليج اجمالا الطقس بيكون جاف اغلب الاوقات، لكن لاحظنا بهذا المنخفض ظاهره غريبة عجيبة وهالشي عم بيتكرر يوم سنة عن سنة. ربما يكون هذا الشيء سببه الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وحتى عم بينحكى انه في عمليات استمطار عم تمارس بهيدي المنطقه، لكن اكيد ما في شيء مثبت وما في شيء رسمي بهذا الموضوع، لكن مثل ما تفضلت شيء بالفعل استثنائي كان اليوم. لامتى بده يستمر وهل يشمل دول اخرى؟ هلا كل المسار المنخفض يلي مثل ما قلنا امبارح سلطنه عمان الامارات والمحيط كلها تاثرت بهذا المنخفض، لكن اليوم تحديدا اكثر شيء ساحل الامارات وخاصه العاصمه دبي تاثرت اكثر شيء بهذا المنخفض. من المتوقع انه ظهر بكره يبلش يخف.